وافق مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقا للنص الحالي. تلا ذلك أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون العقوبات، ثم وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى وسام العمل الوطني، يمنح للمواطنين والأجانب من المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام. تعديل المادة 11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو أساسا مقترح مقدم من أعضاء مجلس الشورى من بعض أعضاء المجلس. وطبعا تأتي أهمية هذا التعديل كون أن قانون الإرهاب لابد طبعا لخطورة الأعمال الإرهابية لابد من مراجعة بشكل مستمر، لأنه قد تستجد يعني أشكال وأفعال غير مدرجة من ضمن التجريم، فلا بد أن يعني تجرم هذه الأفعال. طبعا مجلس الشورى اليوم أقر المرسوم بقانون رقم 42/2018 والخاص بوسام العمل الوطني للوطنيين والأجانب من عسكريين أو مدنيين. وطبعا تعتبر هذا القانون لفتة كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه في تكريم الذين يقومون ب عمل لصالح مملكة البحرين.